بقينا نايمين في المنطقة وصارت الضربة فجأة بدون تبليغ أي إنذار ولا أي حاجة في المكان. ما لقينا، طلعنا في الليل لقينا المنطقة كلها دمار عندنا هنا. لهم ضربين ضرب حسن شناعة، دارنا سايبة، وجيراننا مضر النحو هنا. جينا ما لقيناش ولا واحد أحيا، كلهم تحت الركام. جرائم لم تشهدها البشرية، لم يشهد لها تاريخ الإنسانية. كنا نسمع في السابق عن حرب العالمية الأولى والثانية، عن مجازر جنكيز خان، الآن نرى هذه المجازر وأسوأ ما قرأنا وأسوأ ما سمعنا. مشاهد أطفال عبارة عن قطع صغيرة من اللحم، كبار سن عبارة عن قطع صغيرة من اللحم، مهتكة جدا. ما هذا الإجرام؟ ما هذا الحقد؟ ما هذه البشاعة الذي يرتكبها الاحتلال اتجاه المدنيين العزل، اتجاه المدنيين النيام؟